8 غير ربع موعد نشرة الأخبار على نسمة، والبداية كالعادة بأبرز العناوين. محمد الفاضل بن عمران يواصل رئاسة كتلة نداء تونس الموفى السنة الإدارية الحالية، الحين تعويضه بالنائب عبد الرؤوف الشريف. وبحضور كل من وزير التشغيل وزير الشؤون الاجتماعية ملتقى حول الحوكمة وإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي بالحمامات. واستئناف بلادنا رسميا جولة جديدة من المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي. حسم التوافق داخل الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس تحديد مهمة رئاسة الكتلة بمجلس نواب الشعب، وين تم الاتفاق على مواصلة الرئيس الحالي محمد الفاضل بن عمران مهمه حتى نهاية السنة الإدارية الحالية، الحين تعويضه بالنائب عبد الرؤوف الشريف المواصلة المهمة. تعيش كل الكتل البرلمانية المدة الأخيرة حركية كبيرة للحسم بصفة نهائية في مرشحيها للوظائف محل التجديد في هياكل مجلس نواب الشعب. وفي هذا الصدد انطلق البارح اجتماع للكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس من أجل الحسم في منصب رئاسة الكتلة، وين تم الاتفاق اليوم على مواصلة الرئيس الحالي محمد الفاضل بن عمران لمهامه إلى حين موفى السنة الإدارية الحالية، ومن ثم يعوض النائب عبد الرؤوف الشريف. تقرر أني أواصل رئاسة الكتلة إن شاء الله للفترة القادمة لمطلع السنة القادمة إن شاء الله حيين، على يتولى من بعدي الدكتور عبد الرؤوف الشريف. علاش السنة الإدارية الجديدة؟ يلزموا يفهموا العباد شوية، إحنا ثم إدارة وثم مشاريع وثم سنة برلمانية تنطلق في أكتوبر، لكن تعرفوا أنتم أنه ديما آخر السنة ثم قانون مالية وثم حسابات نبدو نجريو باش نوقعوها. إحنا خيرنا في نداء تونس الكتلة تتمادى حتى آخر السنة الإدارية باش هكا القوانين ما نقفوش فيهم وما نعطلوش فيهم. رئيس الحركة محمد الناصر حكى من جانبه عن نفس التوافق اللي ساد أشغال الاجتماع وعملية الاختيار، وأكد أنه كتلة النداء بخلاف ما قاعد يروج هي كتلة متماسكة. مهم اليوم ماهيش الأشخاص، الأشخاص راهي تمر، والأشخاص هي قائمة فقط بمهمة وقتية اللي يدوم، والمهم هي أولا المبادئ والقيم وبناء تونس كيف ما يراها، يعني كيف ما نحبوها وكيف ما نرتضيوها وكيف ما يعني الشعب ينادي بها. وللتذكير فإن عملية التوافق جاءت بعد ما دار البارح نقاش حول المادة رقم 14 من النظام الداخلي للكتلة. كان ثم وجهتي نظر في الموضوع هذا، وجهة نظر تقول ننتخبوا الرئيس بطريقة مباشرة، وجهة نظر أخرى تقول ننتخبوا مكتب الكتلة اللي بدوره ينتخب الرئيس. وعملنا انتخابات حول اعتماد المادة بصيغتيها، ورشحت كفة الصيغة اللي تقول أنه ننتخبوا مكتب الكتلة، ومكتب الكتلة اللي هو يتكون من 9 أعضاء يوزع المسؤوليات داخله. كما شهد الاجتماع عملية تقييمية لأداء النواب خلال السنة البرلمانية الأولى، وين تراوحت الآراء بين الرضا وعدم الرضا. مرش دوني راه إيجابي، خاطر ثم برشا حاجات تخدمت، ولو أنه ثم برشا حاجات ما بانتش للعموم، لكن إن شاء الله نحاولوا السنة واللي نطلبوا، لأن خاصة يقع إشهار عمل النواب على جميع المستويات يعني وإعطاء أرضية ملائمة لعمل النواب. احنا توقفنا أكثر عند نقاط الضعف، وأكدنا على أهمية الحضور داخل في الجلسات العامة وفي أعمال اللجان. اليوم حركة نداء تونس ككتلة برلمانية تجي في المرتبة الثالثة بعد حركة النهضة وبعد الاتحاد الوطني الحر فيما يتعلق بالنسبة الحضور اللي هي ما تجاوزتش 61%، وهي نسبة بالنسبة لنا كانت غير مرضية. هذا وتم الاتفاق حول تركيبة مكتب الكتلة والمتكونة من 12 نائب، فيما تأجل تحديد أعضاء مكتب المجلس واللجان إلى موعد لاحق. نظمت النقابة العامة للضمان الاجتماعي اليوم بمدينة الحمامات ملتقى حول الحوكمة وإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي بحضور أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار اليمباعي. نرجع على التفاصيل في التقرير هذا. على هامش ملتقى حول الحوكمة وإصلاح أنظمة النظام الاجتماعي، دعا اليوم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ووزير الشؤون الاجتماعية عمار اليمباعي ضرورة إيجاد حل جذري وإصلاح شامل في الأشهر القريبة القادمة لمنظومة تمويل الصناديق الاجتماعية، واللي قالوا أنه مصادر تمويلها لازم تكون بعيدة عن العمل والمؤسسة، وذلك من خلال المداخيل الضريبية. الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية، هذه علاش؟ لأن ما فيهاش معناها المنظومة تاعنا احنا فقط، كان إصلاح الصناديق الاجتماعية فيها كذلك إصلاح منظومة المساعدات الاجتماعية ويكملوا بعضهم، وهذا التمشي والتصور نتاعنا احنا وكأطراف اجتماعية مع بعضنا أن باش نوضعوا المنظومة هذه
اللي تخلينا ما نفكرش فقط في المخرطين اللي هما المضمونين الاجتماعيين في الصناديق، لكن نخمم في كل التونسيين ولو اللي خارجين على المنظومة هذه باش يكون عندهم حماية اجتماعية محترمة، وهذا استحقاق بعد الثورة. وعلى هامش حضوره في هذه الندوة أكد حسين العباسي أنه جلسة ستنعقد يوم غد بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف لتجاوز آخر نقطة خلافية عالقة في خصوص الاتفاق الإطاري الخاص بالزيادة في الأجور في القطاع الخاص، لتنطلق بذلك المفاوضات الاجتماعية. نفذ اليوم اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة احتجاجا على تهميش مطالب المعطلين عن العمل، هدوا من خلالها بالدخول في اعتصام مفتوح في حال عدم تحقيق مطالبهم، والمتمثلة أساسا في الدخول في مفاوضات جدية حول ملف البطالة والتشغيل. عدد القرارات التي تتخذ اليوم هي في ضد المعطلين على العمل وتضرب ملف التشغيل نهائيا، بما فيها معناها ارتفاع نسبة الفساد اليوم خاصة في الانتدابات في الوظيفة العمومية وفي القطاع الخاص. اليوم المطلوب أنه راسلنا أكثر من مرة لفتح باب التفاوض جدي في مطالب المنظمة، ما لقينا كان البيبان مسكرة وعدم جدية السلطة في التعامل مع مطالبنا. هذا يتحرك باش نضغط به من أجل إعادة ملف التشغيل إلى تطاولة المفاوضات، وأيضا أنه تكون معناها انطلاقة جديدة في عديد المسائل منها ملف التشغيل. نفذ اليوم عدد من أعوان الشركة التونسية للتموين وقفة احتجاجية في ساحة القصبة بالعاصمة للمطالبة باستئناف نشاط المؤسسة المعطل توا 7 أشهر. كاتب عام النقابة التونسية للتموين حطام العباسي أكد عدم تنفيذ آجال استئناف أشغال الشركة اللي وعد بها كل من وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والنقل، واللي كانت مقرر بداية من شهر أكتوبر الجاري. هذا وطالب العباسي بإنقاذ المؤسسة من الضياع واللي يهدد مورد رزق قرابة 600 عائلة. اليوم الشركة تعاني من التوقف شبه كلي على النشاط منذ مدة ما تزيد عن 7 أشهر. 7 أشهر العمال ما تلقاوش أجورهم، 7 أشهر من غير نشاط. لذا قمنا بالتوجه اليوم رئاسة الحكومة على أمل أن نلقاو أذان ساغية، لا سيما أنه التوقع للجلسات المفاوضات والحركات النضالية السابقة ما جابتش النتيجة المرجوة. أمام الخطر الداهم اللي هدد 600 عائلة موزعة على مطارات تونس والمستير والجملة، جينا لحبيب السيد والسادة رئاسة الحكومة على أمل أنه نلقاو حل تونسي للتمويل. تم اليوم افتتاح صالون البناء والمنشأة المعمارية في دورته 10 بفضاء المعارض مقر منظمة الأعراف. الصالون اللي شارك فيه السنة 5000 مهني من مختلف جهات الجمهورية، واللي أكد على أهمية الابتكار والتجديد في مجال البناء واستغلال الثروات الطبيعية للبلاد مع دعم اليد العاملة التونسية. التشجيع على الابتكار وخلق مجالات جديدة للاستثمار في سوق البناء والمعمار أهم ما يأكد عليه الصالون الوطني للبناء والمنشآت المعمارية في دورته 10 للسنة. عندنا تقريبا 70 عارض، عندنا العديد من الورشات التقنية والعلمية اللي تقدمت في إطار الاقتصاد في الطاقة، التكنولوجيا الحديثة للبناء. كذلك خدمنا برشا على موضوع النداء في البناء، حكينا زادة كيف على أهمية معناها الانوفاسيون والتجديد في قطاع البناء، لأنه اليوم البناء يزمو يعتمد على تكنولوجيا جديدة. ما كانش موجود البي في سي في تونس، جبناه فورنيسور ولا لامارك ريهاو اللي هي ريهو ان فرونسي، كاليتي المون 100%. وبالنسبة للبرودوي من الأول كان ماهوش معروف برشا في تونس خاطر الألومنيوم أكثر، الحمد لله بشوية بشوية تعرف. واني جو سوي ساتيسفي، ولا كنت زاد نقعد في ألمانيا نكمل الكارير بتاعي، جيت للشركة بتاعنا اللطافة سوسيتي اللطافة، والحمد لله يا ربي معناها نجحنا بالثقة بتاعنا بالكلمة وبالحسن الخدمة. الصالون السنة يجمع شركات مختلفة من مختلف جهات البلاد ويحاول يدعم الشباب المبدع، والأهم هو استغلال ثرواتنا الطبيعية وتطويرها. والشركة هذه اللي تساهم في تطوير مادة الجبس واستغلالها في البناء أهم مثال. المعمل تاعنا في المكنسي ولاية سيدي بوزيد، واللي هي الاختصاص نتاعها دونك صنع البرودويات اللي اباز دو بلاتر، دونك متكونه من الجبس. واليوم البرودوي اللي مشاركين به هو الليقه نتاع الجبس.
دونك توا علينا 4 سنين حطينا الليقه نتاع جبس تخدم بالماكينه، دونك تعوض الليقه نتاع السيمان الليقه العاديه والماستيك، واليوم دونك حطينا برودوي جديد اللي هو يتخدم باليد ويعوض الليقه نتاع السيمان، ولكن فيه ديزافونتاج اكثر. الصالون العاشر للبناء والمنشات المعماريه يؤكد من خلال شراكاته الدوليه على دعم الكفاءات من اللاجئين اللي يجيونا من ليبيا وسوريا وادماجهم في سوق الشغل. عملنا الشركه هذه باش نخدموا احنا كشباب، باش خدموا معنا المتخرجين الجدد التوانسة، باش نحاولوا زادا نخدموا معنا اللاجئين اللي جاونا لتونس عن طريق ليبيا وعن طريق سوريا. الصالون العاشر للبناء والمنشآت المعمارية 70 عارض و5000 مهني ورشات وندوات وتجارب جديرة بالتعرف عليها مازال متواصل حتى 23 اكتوبر 2015. انطلقت بلادنا رسميا في جولة جديدة من المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل مع الاتحاد الأوروبي، اتفاق من المنتظر باش يشمل مجالات الخدمات والزراعة والصفقات العمومية والجمارك، هالمجالات اللي استثنتها تونس في وقت سابق من اتفاق التعاون مع منطقة اليورو لعدم جاهزيتها للمنافسة الأوروبية. التبادل الحر والمعمق والشامل بين تونس والاتحاد الأوروبي اللي يشمل مجالات الخدمات والزراعة والصفقات العمومية والجمارك بدأ جولته الصفر في المفاوضات مع المجتمع المدني بالبلاد من أجل تحرير السوق بين تونس والاتحاد الأوروبي، وهذا بعد ما تحصلت تونس سنة 2012 على مرتبة الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوروبي. عندنا مبادئ عامة لابد أن نتفق عليها في المفاوضات، وكانوا موجودين الخبراء من الاتحاد الأوروبي والخبراء التونسيين للتشاور حسب كل ما هو قطاعات، كل ما هو كنقول قطاعات خاصة الخدمات توسكي مارشي بيبليك، الديوانة، شفافية المعاملات التجارية. المجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل كان حاضر اليوم في الجلسة، ولكن لاموا على أنه ما يستدعاهم كان في آخر المشاورات، مأكدين أنه عندهم احترازات على بعض اتفاقات في بعض المجالات. احنا نأكد على أنه التشريك الفعلي لابد أن يكون في وقت متسع من الوقت، لابد أن يكون في انطلاق هذه المشاورات، وكذلك تمكيننا من الوثائق، لانه حد الان جاتنا ورقه استدعاها. الاجريكولتور فيها مشاكل، خاطر اللي مطروح اليوم هو باش ندخلوا ضمة الاجريكولتور وندخلوا السيكتور دو سيرفيس، معناها باش في الاتفاق هذا. اور فما مشاكل، بعض المشاكل المطروحه خاصه معناها في الفلاحه، عندنا مشاكل نتاع ماء، عندنا مشاكل نتاع فورماسيون، عندنا مشاكل نتاع اراضي مطروحه. الاتفاق بين تونس والاتحاد الاوروبي بخصوص تحرير تجاره بلادنا يراها البعض أنه يلزمها مراجعة كبيرة لأنها ما تخدمش مصالح تونس في جانب كبير منها، كما أنه الاتحاد الأوروبي اشترط حاجات مثل تحديث المؤسسات وإلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات التونسية، الأمر اللي وضعنا الاقتصادي ما يسمحش به ويخلينا ما نقدموش برشا في هكذا اتفاق. نختم نشرتنا من قبلي وفي إطار ترسيخ روح المواطنة لدى الناشئة من جهة واعترافهم بحبهم لتونس واحترامهم للمؤسسة العسكرية من جهة أخرى، قامت وحدات من الجيش التابعة للفيلق الثاني للتراب الصحراوي بقبلي بمشاركة تلاميذة المدرسة الابتدائية 2 مارس بجنعورة تحية العلم بحضور أوليائهم. قامت وحدات من الجيش التابعة للفيلق الثاني التراب الصحراوي بقبلي بمشاركة تلاميذ المدرسة الابتدائية في تحية العلم بحضور الأولياء. البادرة هذه تجي في إطار ترسيخ روح المواطنة لدى الناشئة وتجي في إطار اعترافهم وحبهم لتونس واحترامهم للمؤسسة العسكرية. أردنا أن يكون هذا الموكب نموذج لبقية التلاميذ على مستوى الجهة وكذلك على المستوى الوطني، لفعلا الاعتزاز بالانتماء إلى هذا الوطن العزيز. الرسالة الثانية واضحة كذلك من خلال اللقاء بين التلاميذ جيل المستقبل، بين إطارات المدرسة، بين كل الأعوان العاملين بالمؤسسة التربوية وقواتنا من الجيش الوطني والأمن الوطني وذلك. هذا وتم على هامش الموكب توزيع وجبة فطور الصباح من قبل المؤسسة العسكرية على تلامذة الحاضرين. بالمقابل قاموا تلامذة بتسليم باقة ورود للمؤسسة العسكرية اللي قدمت للمدرسة درع يمثل رمز للفيلق الثاني الترابي الصحراوي. الصغيرة تعبروا عن تثمينهم للمبادرة هذه، آملين أنها تتكرر مع باقي مؤسسات الدولة. حين اليوم العلم مع الجيش التونسي، وإن شاء الله ديما تكرر العادة السعيدة هذه، وتحية تونس. حيونا اليوم العلم مع الجيش الوطني وتحية تونس. نشكر المعلمية وسيد المدير اللي نفذونا فكرتنا باش
تنفذونا فكرتنا باش نحيي مع الجيش الوطني، ونحن نرى أولادكم ونحبوكم وتحيا تونس. بادرة جت في الوقت اللي تحتاج فيه المؤسسة العسكرية والأمنية المساندة من مختلف الأطراف في حربهم ضد الإرهاب. وبالأخبار هذا نكون وصلنا مشاهدينا نهاية موعدنا الإخباري لليلة. نخليكم مع برهان السيد في ديزيام بارتي من ناس نسمة. مشاهدة طيبة للجميع.